أنا صبار أحمد، ترشحت كأصغر صانع عطور بالعراق. أنا بديت هذه الهواية عن طريق ابن خالتي عبد المجيد السايلي، أستاذي العزيز، أوجه له كل التحية تحياتنا. كبير الله أيضا صانع الله. عطور، أيضا صانع عطور، نعم. هذه كان شغف، تعلمتها وحبيتها أكثر. أكو مقولة تقول حب ما تعمل كي تعمل ما تحب. تعمل ما تحب. نعم. فأنا بديت بصناعة العطور، لكن تميزت لأنه إحنا حاليا نعرف إنه المنتجات تكون من خارج البلاد كلها مضرة بالصحة. صح. فإحنا حاولنا ننتج منتج وطني ويكون هذا المنتج طبيعي 100% خالي من أي مواد كيميائية. يعني مثلا هذه الزيوت أنا اللي مستخلصها، صنعت جهاز صغير بالبيت وأنا اللي صنعت فيه وأنا أستخلص يعني الزيوت. يعني معصارة هذه مثلا تعصر بالضبط الزيوت. هذه يستخلص عن طريق التبخير هذا. التبخير. يعني مثلا المواد اللي نستخلصها مثلا الليمون، البرتقال، الهيل، النعناع. صح. هذه مثلا تستخلص معدن الزيوت. أنا شايف فيلم، شايفة صانع العطور. أكيد طبعا. هذا الفيلم التاريخي الجميل. فأذكر هذه الآلة اللي تقطير كمية وارد كلش كبيرة. بس لكن يقطر لك اكثر شيء ممكن انه يعني يكون كميات كبيره جدا هو الورد. يعني لو مثلا 2 طن ممكن يطلع لك لترين بس، او 1 طن يمكن يعني عكس البقيه من. بالضبط بالضبط. بس بالتالي انه هذه عطور هي تكون مركزه. صح، مركزه تقدر 100% جهه تركيزه 100% تقريبا، لانه انت استخلاص هذا بدون شوائب بدون. احسن. اذا نعم. بالتالي راح يتم تخفيف عن طريق اضافه الكحول. بالضبط اكيد. احنا راح تنتج لي بعد اللترين او اللتر ونص راح تنتج لي كميه اكبر. هذا الشيء اكيد كميه اكبر أكيد. لكن احنا نحكي كزيت خالص ويكون اللتر. صبار اليوم كثير من انواع العطور واستخلاصها يعني المكان اللي نستخلصها من عندها، اكو نباتيه، اكو حيوانيه. بالضبط. اكو خشبيه. حدثنا عن هذه الانواع وانت من اي نوع تتجه. بصوره عامه يتكون العطر من 3. الاولى الحيوانيه اللي هي المسك بالعنبر، المسك من الغزال والعنبر من الحوت. الثانيه اللي هي النباتيه، النباتات اللي عندنا مثلا بشكل عام. والاخرى اللي هي الصناعيه الكيميائيه اللي تكون كيميكال. يعني شو اللي هي تكون مركبه، يعني ما تكون طبيعيه مثلا مثل الحيوانيه تكون من الحيوان او النباتيه من النبات. اشياء غريبه يعني. بالضبط. هذه تكون مواد كيميائيه تتركب على ما اقدر انسبها لشيء معين. بالضبط. مثلا هاي مو ريحه جاردينيا مثلا، هاي ريحه جولي او ممكن أو ممكن ممكن هسه حاليا المصانع اللي موجوده مثلا تضيف منكهات. بالضبط بالضبط. منكهات للعطور. جيد. يعني ممكن انه قد نصنف بعض العطور انه هي كيميكال بعيدا عن انه هي طبيعيه. اكيد ممكن. يعني ممكن انه تسميه بعض العطور. والله من الممكن يعني، لكن انا بعيد عن هذا الموضوع جدا. انا اختص بالعطور الطبيعيه والمنتجات العراقيه اللي انا استخلصها بنفسي. ايش قد تحتاج فتره معينه يعني لاستخلاص خلينا نقول نوع واحد من العطور؟ والله ممكن ساعه، ممكن ساعتين، مرات ايام. يعني انا ابقى حتى اطلع عطر ممتاز، العطر اللي انا اريد اوصل له يكون فد شيء مميز، يعني احتاج ممكن اذا الى ايام يعني. جيد. يعني كل يوم فكره جديده راح تكون عندك فراح يعني تغير. وهذا الوقت اللي هو احنا اليوم نعاني من مشكله معينه. نعم. اللي هو عدم اختيار العطور الصيفيه والشتويه. الاحتياج. يعني اليوم هو نفس العطر متعود. نعم. عليه احطه بالشتاء وبالصيف مثلا. اكيد. وهذا راح يضيف يعني او تحس اكو خطا بالموضوع، تحس زي اللي لابسه او الموديل اللي لابسه مراهم ويا حتى الاجواء تكون هو حار اصلا. نعم نعم. فكيفية اختيار؟ طبعا اهم انجاز انا اسويه بعملي اللي هو لما انت متعود على عطر مستحيل تغيره، واني اجي اقنعك بعطر ثاني وتحبه وظل تستخدمه. هذا يعني لما اشوف هيك شيء يعني افرح انا بصراحه. صح. احس بانه هذا انجاز. انجاز لك. العطور تختلف الاوقات، الاماكن اللي تروح لها، المناسبات. صح. المناسبات هذه كلها تكون يعني لازم كل مناسبه يحتاج لها الى اختيار عطر من الممكن. يعني مثلا انت الصبح قاعد مستحيل راح ترش عطر مثلا راح يكون عود. ما أكيد ممكن. من الممكن يعني من المستحيل. صح. لكن من الممكن انه ترش ورد، حمضيات، الليمون، ينطيك انتعاش، حيويه باليوم. صح.